اليسار يوسع وتدسوزه. نريد أن نهنئ المنتخب البنيني. كان بإمكاننا وكان في أقدامنا سر النجاح وصنع الفرق. كانت هناك إشارات، الإشارات التي تلقيناها اليوم كانت منذرة بالأخبار السيئة، وفي هكذا حالات وحينما نقسم من دوري خروج المغلوب يمكن القول أن حالة فشل بالنسبة للمنتخب المغربي، لأن المنتخب المغربي كان مقرر على الفوز وعلى المدرب أن يتحمل مسؤولية الفشل. ولكن هل غياب بن عطية أثر سلبا كقائد؟ ميدي est avec nous, ça arrive parfois. بن عطية هو معنا، في بعض الأحيان يصاب اللاعب، نحن 23 لاعبا، لا يجب أن نبحث عن الأعذار، لابد أن نتحمل المسؤولية، إذا أنا أتحمل مسؤولية الفشل.